لدى استقبال سموه لوفد من أهالي مناطق عسكر وجو الدور، أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر أن المواطن كان وسيظل هو محور عملية التنمية وغايتها الأولى، وأن كل ما تقوم به الحكومة يهدف إلى الوصول لأعلى قدر من رضا المواطن وتوفير سبل الحياة الكريمة التي تكفل له الطمأنينة والاستقرار في الحاضر والمستقبل. أشار سمو رئيس الوزراء إلى أن مدينة خليفة التي افتتحها صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وأمر بإنشائها مقبلة على المزيد من المشاريع التي تخدم أهالي المحافظة الجنوبية في مختلف المجالات الصحية والتعليمية والإسكانية والبنية التحتية وتوفر لهم أرقى المستويات المعيشية. وأضاف سموه إن مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك ارتقت إلى آفاق متقدمة من التطور والنماء في شتى المجالات، أنجزت العديد من المكتسبات التنموية، مشددا سموه على أن مسيرة العمل الوطني متواصلة بذات العزم واليقين من أجل حياة أفضل لجميع أبنائها. وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر القضيبية صباح اليوم وفدا من أهالي مناطق عسكر وجو الدور بحضور سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية، الذين توجهوا بالشكر والتقدير لسموه على توجيهاته الكريمة بمتابعة متطلبات الأهالي في المحافظة الجنوبية من الخدمات والمرافق المختلفة. وخلال اللقاء رحب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بزيارة وفد أهالي عسكر وجو الدور، والتي تجسد النهج الأصيل في التواصل والتقارب بين أبناء البحرين والقائم على المحبة التي أرساها الآباء والأجداد. وقال سموه: نحن حريصون على متابعة القضايا التي تهم المواطنين وتوفير العيش الكريم لهم والحفاظ على أمن الوطن واستقراره، وإن تجاوبنا مستمر مع كل ما يمس احتياجات المواطنين عبر اللقاءات المباشرة، وننظر في أي مشكلة سواء في القرية أو المدينة ونعمل على سرعة حلها من أجل راحة المواطن. وأشاد سموه بالجهود الدؤوبة التي يقوم بها سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية على صعيد التواصل مع الأهالي ومتابعة وتلبية احتياجاتهم على المستويات كافة من خلال مبادرات تستهدف تطوير مختلف مناطق المحافظة الجنوبية والنهوض بمستوى الخدمات. وأعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن شكره لسمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة على هذه المتابعة والتحرك النشط والملموس لكل المشروعات التنموية والتطويرية التي تشهدها المحافظة. وقال سموه: إن هذه المتابعة من شأنها أن تثمر الخير الكثير للأهالي. وشدد سموه على أهمية الإسراع في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة الجنوبية والانتهاء منها بالمستوى الذي يسهل على المواطنين وأهالي المحافظة أمور حياتهم ويحقق لهم الكفاية في الخدمات والمرافق. وأكد سموه حرص الحكومة على توفير كافة المتطلبات من أجل سرعة إنجاز مشروع مدينة خليفة بالمحافظة الجنوبية باعتبارها إحدى المشروعات الإسكانية المتكاملة التي ستحقق مزيدا من الاستقرار الاجتماعي للمواطنين. وقال سموه: إن كل ما نقوم به من إنشاء للمشروعات الخدمية التي يحتاج إليها المواطن في المحافظة الجنوبية هو واجب علينا، وجميع المشاريع القائمة سوف تستكمل بعون الله، ونؤكد لكم أننا معكم وسنتابع بشكل مستمر تنفيذ المشروعات وتذليل أي صعوبات قد تواجهها. وأضاف سموه: لن يثنينا أي شيء عن تحقيق كل ما فيه الخير للوطن والمواطنين، وسنعمل على بناء المزيد من المشروعات، فالبحرين تستحق من الجميع العمل من أجلها والحفاظ على كل ما تحقق للوطن وشعبه من مكتسبات.
سيدي صاحب السمو الملكي الوالد الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، أصحاب السمو والمعالي والسعادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني يا صاحب السمو أن أقف أمام سموكم الكريم نيابة عن كافة أهالي المحافظة الجنوبية لنرفع إلى مقام سموكم حفظكم الله جزيل الشكر وعظيم الامتنان على ما تحظى به المحافظة من دعم ورعاية واهتمام من لدن سموكم الكريم. وإذ نتشرف اليوم يا سيدي باستقبال سموكم لنا ولأهالي مدينتكم العامرة بالعز والخير مدينة خليفة، والذين حرصوا للتشرف بالسلام على سموكم والتعبير عن شكرهم وامتنانهم لما يحصلونه من دعم منكم حفظكم الله وأهلامكم ذخرا وسندا لنا وللوطن والمواطنين. سيدي صاحب السمو الوالد، إن مملكة البحرين عامة والمحافظة الجنوبية خاصة تشهد العديد من التطورات والإنجازات على كافة الأسئلة والقطاعات، فإن التوجيهات الكريمة المباركة بحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وتوجيهات سموكم حفظكم الله ورعاكم، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد حفظه الله ورعاه، هي أساس العمل الذي تقوم به المحافظة تحقيقا لرؤاكم وتطلعاتكم في خدمة أهالي المحافظة الجنوبية. إن المشاريع الخدمية البارزة التي أمرتم بتنفيذها حفظكم الله لتدل على النمو والتقدم والتنمية التي تشهدها المحافظة الجنوبية، والتي من أبرزها توجيه سموكم الأخير لسرعة إنشاء المركز الصحي المتكامل ليخدم أهالي مدينتكم العامرة شاملة مناطق عسكر وجو والدور كمشروع خدمي أساسي يوفر لأهالي مدينتكم الخدمات الصحية اللازمة استكمالاً للمشاريع الخدمية والتطويرية في تلك المنطقة التي تشهد توسعاً عمرانياً كبيراً وتطوراً ملحوظاً على كافة المستويات. سيدي صاحب السمو الوالد، إننا في المحافظة الجنوبية نفتخر ونتشرف بوجود مدينة تحمل اسم سموكم الكريم، اسم قائد بنى نهضة بلادنا، واسم والد أحب شعبه فأحبه. وإننا يا سيدي جئناك بكوكبة من أبنائكم ورجالكم من مدينة خليفة، معبرين عن سرورنا وشكرنا وامتناننا على ما أمرتم به من مشاريع في محافظتكم العامرة بالعز والخير، المحافظة الجنوبية التي تشكركم وتبادلكم الاحترام والتقدير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم ويرعاكم ويمد في عمركم وأن يجعلكم ذخرا وبركة وسعددا للبحرين وشعبها الكريم الوفي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعبر لكم من شكري وتقديري وشكر وتقدير أهالي هذه المنطقة، وهؤلاء الرجال الذين جاءوا لسموكم هم أبناء وأحفاد أولئك الرعيل الأول الذين ارتبطوا مع عائلتكم الكريمة بأواصر الود والمحبة والتلاحم. هؤلاء هم الحقيقة الذين ارتبطوا أهاليهم الذين ارتبطوا مع أهاليكم منذ ما يقرب من 300 سنة أو أكثر، فلكم منا كل الشكر والتقدير على تفضلكم بتوجيهاتكم السديدة من خلال عدة مشاريع الحقيقة التنموية كان لها الأثر البالغ في نفوس هؤلاء الأهالي. مرة أخرى يا صاحب السمو أكرر شكري وتقديري لكم باسم هؤلاء الأهالي جميعهم، شاكرين ومقدرين لكم التفاتكم في هذه المنطقة ولكم كل الشكر والتقدير. سلام يا سيدي، يا فرحة الإرمان لك يا أمير المجد، يا فرحة الطالب عزنا وذخرنا خليفة بن سلمان يدرنا في الوطن يا حامي أركان، عزنا وذخرنا خليفة بن سلمان يدرنا في الوطن يا حامي أركان، يا قائد التطوير النهضة والعمران، يا قيس يا هتان يا من ويحفظ، يا قائد التطوير النهضة والعمران، يا قيس يا هتان يا من ويحفظ، الصحة والتعليم والعيش والإسكان،
والأمن يا سيدي يزيد بأوقات الصحة والتعليم والعيش والإسكان، والأمن يا سيدي يزيد بأوقات ربيت خير العلم وكنا أبد مكان، واللي يدعمه بعد قصيت شريان، ربيت خير العلم وكنا أبد مكان، واللي يدعمه بعد قصيت شريان، هذا هو الوايلي أمير لك حيلان، عون اللزيم الوفي عون الخوان. هذا خليفة ابن سلمان الذي رقي الصعاب وألهم الأفكار، رمته في الجود رمت سحاربا، هلت فأحيت أوليا وقفارا، أو رمته عند الخطوب وجدته جبل أشم وصارما، بتارا ورث الفخار مع السماحة والندى، والجود من آبائه الأخيار، لله درك لله درك يا خليفة، إنها شيم تسامت للورى أوكارا، قد ردتها قهرا وكانت عصية، وسواك عنها دائما يتوارى.